درت شافو بدا من المقر ديال فدرت. انا جد سعيد بهذه المناسبه، مناسبة توزيع حافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف تزامنا مع دخول المدرسين. فقد ارتأت الولاية وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة الصحة لتزويد ولاية تيارت بعدد من الحافلات للنقل المدرسي وسيارات الإسعاف. استفادت ولاية تيارت هذه السنة من 30 حافلة للنقل المدرسي لصالح تلاميذ المتمدرسين، لا سيما على مستوى المناطق النائية، وهذا لتحسين ظروف تمدرسهم. للعلم أن بهذه الإضافة 30 حافلة تاع اليوم تصبح حظيرة حافلات النقل المدرسي لولايتنا، تعد تصبح ب 309 حافلة للنقل المدرسي، وفي السنة الماضية كانت تقدر ب 2970 حافلة للنقل المدرسي. كما أذكركم جميعا أنه في السنة الماضية في الدخول المدرسي السابق 2020-2021 استفادت الولاية ب 65 حافلة للنقل المدرسي. إذن في ظرف سنتين استفادت الولاية من 95 حافلة للنقل المدرسي لتصبح اليوم ب 309 حافلة للنقل المدرسي. ضف إلى ذلك أن المؤسسات الاستشفائية استفادت ب 8 سيارات إسعاف جديدة وزعت على 8 مؤسسات استشفائية، منها 4 مؤسسات استشفائية عمومية و4 مؤسسات استشفائية جوارية. ومجمل هذه الحافلات وسيارات الإسعاف كلفت خزينة الدولة 26 مليار سنتيم. متواجدين بالحاضرة في حضرة الولاية لحضور يعني حفل تسليم حافلات النقل المدرسي وكذا سيارة الإسعاف. يعني استفادت ولاية تيارت في الحصة هذه ب 30 حافلة للنقل المدرسي للتخفيف على تنقل التلاميذ خاصة المناطق النائية والمهزولة، لتشهد يعني في الآونة الأخيرة يعني تحسن ملحوظ، إلى أن يعني كاين بلديتي على غرار احنا البلدية تاعنا بلدية وذي اللي مازال تشهد يعني نقص في النقل المدرسي، لان لحد الان يعني حنايا مازالت البلديه يعني في ساجرى يعني 3 حافلات للخواص مازالوا يعملوا معنا، والحباب وكذلك الاضافه الى حافلات البلديه. يعني رغم اننا يعني الدراسه راهي بالافواج، لان مازال فيه نقص بالنسبه للبلديه وليلي. بالاضافه الى اليوم فاني سوف يتم توزيع من سيارات اسعاف اللي يستفاد منها يعني خاصه قطاع الصحه، اللي فاني كذلك يشهد يعني نقص في سيارات الاسعاف. يعني سيارات الاسعاف هذه من اخر طراز مجهزه بكل الاجهزه، يعني يستفاد منها كذلك قطاع الصحة لبعض العيادات ولا بعض إن شاء الله ماشي إن شاء الله يكون يعني تخفف شوية من العيب تاع نقل المرضى